شكرا لكم. سيادة الرئيس سوف ننتقل إلى شعبو من تشاد، ومن ثم ننتقل إلى السيد الرئيس لاتفيا. بعد ذلك ننتقل إلى غالنور إكويكا من طوكيو، سيادة الوزير من دولة اليابان. أود أن أتوجه بالتحية إلى الرئيس السيسي وعلى المجهود الذي قامت به مصر لتنظيم هذا المؤتمر. Parce que je ne sais pas quelle performance je peux vous dire, mais j'ai décidé de parler pour que vous vous ayez honte. عليكم جميعا أن تخجلوا لكل ما تقدمت به من عروض، لأن هناك الكثير من الناس الذين يتحدثون أتحدثون كثيرا ولكنهم لا يقدمون على العمل. فإن ما نقدمه من مواد ملوثة في الطبيعة لا يتخطى 10%. فإن دولة تشاد هي تنعم بالكثير من الموارد الطاقية، الطاقة على سبيل المثال الطاقة البترولية تمتلكها بشكل كبير، وهي تسهم بشكل جيد في تحقيق تنمية داخل دولة تشاد. هل يمكننا أن نستمر في الخضوع لبعض القرارات الخاصة بتخفيض الاستهلاك الطاقتي على سبيل المثال، وفرض علينا القيود في استغلال الطاقة التي لدينا والتي تسهم في تحقيق التنمية لدينا، وتلك مشكلة الطاقة تشكل لنا أزمة كبيرة؟ أشكركم.